ترى صباح الخير عليك عبد الله، صباح الخير ايضا على زميل الزور. طبعا اليوم مع عودة المدارس شهدت الحركة المرورية يعني حركة تواترية بشكل عام، سواء على كافة محاور الرياض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. طبعا نتواجد ايضا الان في مبنى الإدارة العامة للمرور تحديدا في مركز التحكم من خلال مراقبتنا لحركة السير. طبعا كل الشكر لرجال المرور المتواجدين في الميدان لرصد كل ما هو جديد ومتابعة الحركة المرورية مع بداية أول يوم دراسي للطلبة والطالبات وأيضا حتى لطلاب الجامعات. طبعا بشكل سريع نبدا باستعراض ابرز المحاور الاساسيه في العاصمه الرياض. بالنسبه لي بدايه نبدا من جنوب الرياض طريق الملك فهد عند كوبري عتيقة. طبعا الحركه باتجاه الشمال تعتبر فيها كثافه بشكل عالي جدا مقارنه بالطريق الذي يتجه بالاتجاه الجنوبي. ايضا على الكاميرا الاخرى اشاهد هنا مخرج 5 باتجاهي سالك بشكل كبير جدا. بالنسبه لطريق الملك فهد بالقرب من اداره الجوازات الحركه سلسه وسهله. ايضا بالنسبه لطريق الملك فهد وتقاطع مع طريق الملك عبد الله وشارع العليا العام الحركه الكثافة متوسطة فيه نوعا ما بشكل أكبر. بالنسبة للطريق الدائري الجنوبي تحديدا مخرج 19 عند مصانع الإسمنت تعتبر الحركة بالاتجاه الغربي أكثر كثافة مما هي عليه شرقا. بالنسبة لطريق الملك سهد مع الملك سعود المعروف بمخرج الوشم هناك كثافة متوسطة نوعا ما بالاتجاه الجنوبي بطريقة الملك فهد وتقاطع مع كوبري الوشم. طبعا رجال المرور في الميدان من خلال الدوريات المتواجدة لتنظيم عملية الدخول من الطرق الفرعية إلى الطرق الرئيسية وذلك في المحافظة على مستوى الكثافة للطرق الرئيسية. أيضا بالنسبة للحديث حول المداخل العامة للجامعات في العاصمة الرياضة، بالنسبة لمداخل جامعة الملك سعود سواء من المدخل المعروف بدوار الكتاب وأيضا حتى المدخل الذي على دائري طريق الملك خالد هو يعتبر حركة فيه سلسة وسهلة جدا. نعم. بالنسبة لجامعة الإمام على كافة المحورين أو على كافة المحاور الثلاثة سواء على مدخل طريق المطار أو حتى مدخل طريق عثمان أو مدخل طريق عثمان بن عفان جميع المداخل سهلة وسلسة ولا توجد فيها كثافة. أيضا بالنسبة لجامعة الأميرة نورة بمداخلها جميع الحركة فيها سهلة وسلسة جدا. نلاحظ أيضا هنا من خلال هذه الكاميرا التي أقف أمامها الآن هناك كثافة عالية في طريق الملك سهد على كوبري عتيقة تحديدا للمتجهين شمالا هناك كثافة عالية عند كوبري عتيقة. لكن بشكل عام طوال قصدنا لحركة المرور منذ بداية صباح هذا اليوم وحتى هذه الساعة هناك سلاسة كبيرة جدا في محاور الرياض الأساسية طريق الملك فهد الملك عبد العزيز طريق أيضا طريق خريص من الشرق والغرب رغم التتابع في التوافد على هذا الطريق من طلبة وأيضا من موظفين لكن هناك سهولة في الحركة المرورية. جميل. بإذن الله مع استمرار الساعات سوف تبدأ الحركة المرورية في الهدوء أكثر وتصبح أكثر ثلاثة على كافة محاور العاصمة الرياض. ما قصرت عبد العزيز على هذه المعلومات وفعلا يعني الشكر لكل رجال المرور.